مرحبا بكم على قناتكم. درس اليوم هو الدرس الرابع بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. إذا نأخذ كتب اللغة الفرنسية صفحة 37. اليوم سنتعرف معا على دو نوفيل لاتر، إذا حرفين جديدين. On commence le cours. إذا نبدأ الدرس معا. On va dire le dialogue ici. On a un dialogue. لدينا الحوار. سأقوم بقراءة الحوار. C'est papa. Il s'appelle Mouloud. Moi, c'est Betoul. إذا هنا في الحوار لدينا منير يقول يعرفنا الوالد تاعه أو أباه. C'est papa. هذا أبي اسمه مولود. باتول تعرف نفسها. موا سي باتول. أنا باتول. Regardez bien. C'est papa. 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 باتول. باتول. Papa. Pa. 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 P, ça c'est le P minuscule script, P minuscule cursive, P majuscule script, P majuscule cursive. Betoul, ba, ba, B A, ba, P A, pa. انتبهوا جيدا للنطق. Pa, ba. Pa, ba. B minuscule script, B minuscule cursive, B majuscule script, B majuscule cursive. إذن الآن تعرفنا على الحروف، سنقوم بنطقها مع مختلف الأصوات اللي تعرفنا عليها في الدروس السابقة. إذن معا رأينا U, A, O, E, A, I, و U. نبدأ القراءة. بو بو با بو ب ب بي. ملاحظة هنا نأكد ب بي. بو بو بو. إذن أو أو أو. أكدوا هنا على النطق جيدا، لأنه إذا ننطق غلط يعني كل الكلمات التي ستأتي ستكون خاطئة يعني. إذن النطق الأصوات مهم جدا. ننتقل على lettre B maintenant. Ça c'est le B minuscule B majuscule. Bou, bu, ba, bo, be, be, bi. ولدينا أيضا هنا مختلف الكتابات en script en cursive، يعني الكتابتين، كتابة الكراس وكتابة الكتاب. Deuxième exercice. Écoute le mot, puis recopie sur l'ardoise la syllabe avec P et B. إذن هنا سنستمع إلى الكلمات ثم ننقل على اللوحة للسيلاب، المقاطع الصوتية التي تحتوي على P. إذن عندما أسمع مقطع صوتي يحتوي على P أكتبه باللون الأزرق. Ça, c'est en bleu. عندما أسمع مقطع صوتي une syllabe avec B أنقلها على اللوحة باللون الأخضر. إذن أحتاج إلى اللون الأزرق pour P من أجل P والأخضر من أجل B. إذن هنا le tapis. Le tapis. On entend هنا نسمع la syllabe P. إذن أنا أقوم بالتسطير، سطرت باللون الأزرق. La poussette, pou. La syllabe pou.
POU بو أيضا باللون الأزرق. Le biberon لدينا دو سيلاب هنا. La syllabe بي عندنا مقطعين صوتيين، المقطع الأول بي، المقطع الثاني ب، بيبرون. إذن نقول مرتين هنا. Le ballon، le ballon، la syllabe با، ب أ با، إذن المقطع الصوتي با هنا. Le ballon. نفس الشيء بالنسبة للتمرين الثالث هنا. J'entoure la syllabe avec pou، pu باللون الأزرق. Et la syllabe avec bu bu باللون الأخضر. إذن هنا سنقوم بإحاطة entour pu pu باللون الأزرق، bu bu باللون الأخضر. Une bouche j'entoure avec le vert. Une purée pu la syllabe pu باللون الأزرق. Une poupée pu لدينا la syllabe pu باللون الأزرق دائما. Un bus باللون الأخضر، يعني نحيط باللون الأخضر هنا. Une bougie باللون الأخضر أيضا. Bu 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 هنا نتعرف على الأصوات بو بو، المقاطع الصوتية بو بو، يعني التعرف هنا على المقاطع الصوتية بالسمع يساعدنا فيما بعد في حصة الإملاء، يعني نحتاج السمع جيدا في الإملاء. أخيرا لا سيونس ديكريتور، هنا يعني حصة الكتابة. دائما نتمرن على الكتابة في الهواء، ثم يعني بالإصبع، باستعمال الإصبع نتمرن بالهواء، ثم أنقل الكتابة على اللوحة، وأخيرا على الكراس. إذن هنا ينتهي درس اليوم، نلتقي في الحصة القادمة، وإلى اللقاء.